صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية. صباح الخير، ودائما نتمنى أنه عن جد نحن نكون بخير. هذا الخير بيجي من الناس اللي حوالينا، من أهلنا اللي منحبهم، من الأشخاص اللي منحبهم بحياتنا، من أصدقائنا، من علاقاتنا الاجتماعية. وقت هذا الخير بتصدر لنا منهم فأكيد نحن اليوم بخير، وبالعكس وقت بيكون الأذى هو العلاقه بيناتنا فاكيد نحن اليوم يا هادي ما لنا بخير. تمنياتنا لكم الخير يرافق دربكم على طول، ويكون بدايه نهاركم يحمل لكم الخير والسماء والسلام والامان الداخلي. اليوم اي حد عم يعيش هذا السلام الداخلي اللي بقلبه رح يقدر يعيش صحة. اكيد مشوارنا الصباحي بلش معكم وكالعاده، ضيوفنا من مجالات مختلفه واخبار محافظاتنا السوريه ضمن التقارير يلي ضمن حلقتنا. ودائما بنقول الرحمه لكل شهداء فلسطين والشفاء العاجل الجرحى وبالنصر عن قريب يا رب. صباح الخير يا هادي. يسعد صباحك يا رشا، واكيد بنتمنى الخير دائما لكل الناس. صباحنا اليوم مشاهدينا صباح سوري صباح فلسطيني مع يوم جديد واسبوع جديد، وللاسف لا يزال الاحتلال الصهيوني عم يمارس افعاله اللا انسانيه بحق اهلنا بفلسطين وقطاع غزه، ويمكن خلونا نقول اكثر انه افعال اجراميه اباده جماعيه بحق الناس يلي موجودين، ما عم يفرق بين الحجر والبشر، عم يقصف المدارس اللي فيها نازحين، المشافي، حتى الصحفيين عم يتم استهدافهم. اكيد كل الرحمه للشهداء، وان شاء الله دمائهم هي بوابه النصر. ودائما وابدا فلسطين حره عربيه رغم انف المعتدين والظالمين والمحتلين. مشاهدينا فاصل صغير ومنبلش. وبداية صباحنا خلينا نروح لذاكرة الأيام ونشوف اليوم أهم التواريخ اللي تسجلت بمثل هذا اليوم وكم من التواريخ اللي ثبتت بذاكرتنا وبأرواحنا. خلونا نشوف. اليوم 24 الثاني، كتير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم، خلونا نتعرف على أبرز هي الأحداث. بمثل هاليوم من عام 1922 الباحث الإنجليزي في علم المصريات هوارد كارتر يكتشف قبر توت عنخ أمون. بعام 1939 عرض أول سيارة مكيفة في شيكاغو. بعام 1997 الموسيقار ياني يصدر ألبومه الثاني عشر. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1908 جوزيف روتيلت، عالم فيزياء بريطاني وحاصل على جائزة نوبل للسلام بعام 1995. ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم بعام 2010 الطاهر شريعة، مخرج سينمائي تونسي. وأكيد مشاهدينا لأولى تقاريرنا لليوم مع وقفة تضامنية نظمها حزب الوحدويين الاشتراكيين في حلب، شارك فيها حشد من الفعاليات الحزبية والدينية والوطنية وممثلي عن الفصائل الفلسطينية ووجهاء وشيوخ عشائر، تضامنا مع عملية طوفان الأقصى وتأكيدا على الموقف الداعم للشعب الفلسطيني الذي ترتكب بحقه المجازر من قبل العدو الإسرائيلي. تفاصيل أكثر بالمادة التالية. وقفة تضامنية نظمها حزب الوحدويين الاشتراكيين في حلب، شارك فيها حشد من الفعاليات الحزبية والدينية والوطنية وممثلي عن الفصائل الفلسطينية ووجهاء وشيوخ عشائر، تضامنا مع عملية طوفان الأقصى وتأكيدا عن الموقف الداعم للشعب الفلسطيني الذي ترتكب بحقه المجازر من قبل العدو الإسرائيلي. من محافظة حلب إلى أهلنا في غزة، الشعب ينادي جميعا، من حلب إلى غزة كل يطلب العزة، كلنا معكم، أرواحنا معكم، دماؤنا معكم. ونقول من هنا أين حقوق الإنسان عندما ترى هذا الدمار الشامل لغزة والهدف منه ترحيل غزة، لكن هناك صامدين أبناء غزة الصامدين الذين لا يأبون ولا يخافون ولا يهابون الموت، ينامون في بيوتهم المدمرة ولن يتركوا غزة.
مهما فعلت أمريكا وأساطيل أمريكا. وهذه الوقفة اليوم تدل على أن هذا الشعب شعب حر مقاوم ودائما يضع نفسه بنفس الخندق مع المقاومة. وهذه الوقفة من هذه الأحزاب الوطنية الموجودة في حلب ما هي إلا دليل على أنهم دائما متمسكين بخط المقاومة وداعمين لها. فاليوم نقول لشعبنا في غزة، نحن هنا في سوريا معكم قلبا وقالبا مع خيار المقاومة مع صمودكم، وكلنا ثقة بأن النصر قادم بهمة صمودكم والمقاومة وبدعم محور المقاومة لكم. المشاركون أكدوا على الوقوف مع الشعب الصامد في غزة ضد الصهيونية، لأن دعم ومساندة الشعب الفلسطيني واجب وحق في مواجهة الاعتداءات الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني. إننا نقول إننا نحيي المقاومة الفلسطينية في غزة، نحيي هذه المقاومة التي كسرت أعتى جيش في العالم، ثالث أقوى جيش في العالم كما يقولون، الجيش الذي لا يقهر. من محافظة حلب نؤيد إخواننا المقاومين المجاهدين في فلسطين ونشد على أيديهم ونثني على دورهم، وأيضا نحيي كل مواطن عربي شريف غيور على مصلحته قضية الأمة العربية، وستبقى فلسطين قضيتنا المركزية. نحن هنا جميعا نقف معكم بالقلب وبالروح دائما، بالإضافة إلى أن سوريتنا الحبيبة هي التي تقف بالأصل وتمد عنصر المقاومة بكل ما يلزم، ونحن مطمئنين لذلك. نقف معكم ونقول لكم أن النصر لكم دائما وأبدا، لأنكم أصحاب الحق. المقاومة هي الطريق الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات، وهي حق تكفله كل القوانين والشرائع الدولية. أحمد صادق، الإخبارية السورية، حلب. دائما نحن بنعرف واربينا هايتي على انه القضيه الفلسطينيه هي من اهم القضايا الوطنيه الثابته، وكثير مننا دافع عن هي القضيه، ان كان برايه، ان كان بعلمه، ان كان بثقافته، بادبه، بفنه. اليوم مو بس السلاح هو القرار الفاصل بهي المعركه، ايضا المثقف والفنان كان له دوره وعبر عن رايه بالقضيه الفلسطينيه ودافع عن حق العوده وحق الحلم بالعوده الى فلسطين الحبيبه. وقت بنقول الفن والثقافه والادب ونخص اليوم الفن التشكيلي، فن الكاريكاتير فورا حنظلة حيكون حاضر بأذهاننا. هذا الصبي العشر سنوات اللي كان هو رمز للهوية الفلسطينية وكان بتوقيع ناجي العلي، اليوم ما بنعرف حنظلة إذا رح يكبر ويرجع بعد بطوفان الأقصى. أكيد رشاو، يعني استضفنا خلال محطتنا الصباحية الماضية العديد من الفنانين التشكيليين الفلسطينيين السوريين يلي كان لهم بصمة مهمة، وأيضا كان للقضية الفلسطينية تحديدا حضور كبير بفنهم ولوحاتهم، لأنه الفن التشكيلي هو من أهم وسائل الحفاظ على الهوية العربية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني. والفنان بدوره عم يوصل رسائل عديدة عم تكون معبرة ومؤثرة وعم تبقى بذاكرة كل حدا فينا. نحكي أكثر مشاهدينا اليوم عن هذا الموضوع، بيسعدنا أنه يكون معنا لليوم الفنان التشكيلي معتز العمري. يسعد صباحا. أهلا وسهلا. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك، ودائما بنقول الرحمة للشهداء ونتمنى اليوم نشوف فلسطين محررة، لأن هذا الحلم هو حلم مشترك. اليوم حضرتك فنان مثقف، حملت الريشة والألوان، وكان عندك رسالة اليوم لتجسيد هي القضية الفلسطينية، خبرنا اليوم عن هي الرسالة. بداية صباح الخير لسوريا، وصباح الخير لفلسطين فيك. وصباح الخير لغزة، العزة والنصر إن شاء الله، والرحمة لأرواح الشهداء في سوريا وفلسطين، والشفاء العاجل للجرحى. والجرح واحد طبعا، يعني الجرح واحد في سوريا وفلسطين دائما. يعني طبعا الإنسان الفلسطيني إنسان مقاوم، يعني صحيح. الإنسان الفلسطيني بيحمل المقاومة من 75 سنة، يعني من احتلال فلسطين من 48، عام النكبة. كان في إصرار عند الشعب الفلسطيني، يعني الإنسان الفلسطيني هو بحد ذاته في مقاومة، يعني بتحمل المرأة الفلسطينية الإنسان كذا. خلال هاي المراحل كثير مرت على الإنسان الفلسطيني صعوبات من قبل الاحتلال الصهيوني. هلا أنا بدي أحكي عن الفنان، عن الإنسان الفلسطيني الفنان اللي هو كان عم بيشوف هاي الصور، اللي كان عم بيشوف هاي المراحل من خلال النكبة ومن خلال المراحل الثورة. طبعا مرت
القضية الفلسطينية بمراحل متعددة، هي صحيح. من خلال النكبة، بعدين بلشت عملية الثورة الفلسطينية اللي صار فيها سلاح والقتال، ومن هون انطلق العمل الفني اللي جسد هذا الشيء. يعني انطلق العمل الفلسطيني اللي البوستر اللي جسد الفدائي اللي لابس الكوفية اللي صار رمزية للفدائي، القنبلة والبندقية والشجرة والعلم والمفتاح، وبلشت هاي الرموز تكون موجودة وحاضرة، لأنه هي من الموروث المهم أنها تكون موجودة بموضوع القضية الفلسطينية واللوحة الفلسطينية، لأن هي رموز للعودة إلى فلسطين. يعني هي بتشكل الحاضن تبع الفنان، بتشكل المفاتيح تبع اللوحة تبعه للفنان. فلما تكون موجودة باللوحة هون عم تكون اللوحة فلسطينية. يعني فالمهم مهم كتير مهم للفنان أن يكون محافظ على اللوحة الفلسطينية بمعانيها. فهون يعني أنا بشوف موضوع اللوحة الفلسطينية كان له دور وأثر كبير، موضوع القضية الفلسطينية وتأثير كبير بالحفاظ على الهوية الفلسطينية. يعني طبعا هو جنبا إلى جنب بجانب المقاتل والشاعر والكاتب، فهي أحد أسلحة المقاومة اللوحة الفلسطينية. أكيد أستاذ معتز، قبل ما نحكي عن اللوحات اللي عم تنعرض على الشاشة، خلينا نقول اليوم الفن التشكيلي ممكن نعتبره رسالة من خلاله نحن نوصل كثير من القضايا الإنسانية بالمجتمع، قضايا مجتمع معين. اليوم خلينا نحكي بالتحديد عن القضية الفلسطينية، وين موجودة هي القضية بوجدان الفن التشكيلي؟ القضية الفلسطينية أنا بشوفها من خلال متابعاتي ومشاركات المعارض اللي عم شوفها، وخاصة نحن يعني احنا أعضاء اتحاد الفنانين التشكيلي الفلسطيني فرع سوريا، الفرع الوحيد الحقيقة اللي شغال لهلا بالعالم هو فرع سوريا، وهذا له أثر وتأثير كبير. يعني هذا بدل على المقاومة والحاضنة تبع سوريا للشعب الفلسطيني واحتضانها للمقاومة واحتضانها للفن. فلما نحكي نحن اتحاد العام للفنانين التشكيلي الفلسطينيين فرع سوريا، فهذا كتير مهم. اليوم كتير موضوع القضية الفلسطينية في تلاحم بين الفنانين الفلسطينيين والسوريين. يعني احنا لما نعمل معرض يوم الأرض، عندنا معرض سنوي دائم، هذا معرض يوم الأرض ما انقطع، هذا ليأكد على تمسكنا بأرض فلسطين وحقنا بأرض فلسطين، ويعني نحن كامل التراب الفلسطيني هو للفلسطينيين ولكل إنسان حر وشريف يدافع عن فلسطين. يعني هي فلسطين ليست ملك للفلسطينيين، هي قضية واحدة، هي قضية لكل إنسان حر وشريف ومحب لهذه الأرض. صحيح. فنحن في كثير من الفنانين التشكيليين السوريين جسدوا هذا الشيء من خلال لوحاتهم الفنية ومن خلال مشاركاتهم معنا، من الفنانين العرب اللي اشتغلوا على موضوع القضية الفلسطينية. يعني موضوع القضية الفلسطينية موضوع كبير، وأنا دائما بحكي لما شيء يرتبط بفلسطين بيصبح كتير مهم. يعني لما أي موضوع بيرتبط بكلمة فلسطين فبيعطيه أهمية، لأن هي فلسطين بحد ذاتها أرض طيبة، أرض معطاءة، أرض الرسالات. يعني فيها كتير من الأشياء اللي نحن إذا تعمقنا فيها رح نشوف كتير بفلسطين معاني مهمة، وأرض الشهداء طبعا. أكيد أستاذ، عم شوف شوية لوحات قبل ما أروح للوقفات التضامنية. اليوم شفنا محمود درويش يتجسد بالثقافة الفلسطينية، شفنا المرأة الفلسطينية ونظرة التحدي والأسرار اللي موجودة للمقاومة، شفنا أيضا القدس محمول على كتاف الأمهات. اليوم الوقفات التضامنية، وكان حضرتكم عندكم وقفة باتحاد الفنانين التشكيليين بفرع دمشق، قد ايه المهم اليوم هي الوقفات، قد ايه ممكن تعمل تأثير بالرأي العام؟ يعني كل حدا اليوم من مجال عمله هو عم يحب يتضامن ويقدم شيء. الوقفات التضامنية طبعا هي كتير مهمة، يعني وأي عمل مثل ما حكيت لحضرتك هو بهاي من خلال هاي الظروف. طبعا نحن يمكن ما نكون قادرين بالوصول إلى أهلنا بغزة أو مساعدتهم بشكل مباشر، أضعف الإيمان أنه نكون نحن معهم من خلال الوقفات التضامنية، من خلال المسيرات، من خلال التعبير عن هذه المحبة وهذا الشعور أنه نحن متضامنين مع هدول الناس. يعني جرحهم جرحنا. يعني فهي الوقفات التضامنية هي رسالة لداخل الفلسطيني ولأهلنا في غزة، وبتوصل هاي الرسائل أكيد يعني، ونحن عم نوصلها وعم يكونوا ممنونين من الشعب الفلسطيني اللي بالشتات، ومن الشعب السوري، ومن الشعب أي شعب عربي عم يكون واقف بجانبهم. هاي الوقفات التضامنية هي مثل ما حكيت لك، هي تأكيد وتعبير عن الوقف ده بجانب هذا الشعب المظلوم، هذا الشعب اللي عم يتعرض كل يوم للقتل وللتدمير، من تدمير المشافي وتدمير المدارس وتدمير المخابز. يعني هن عم بيستهدفوا كل شيء حي على أرض غزة هلا وعلى أرض فلسطين بالمجمل، يعني وفي جنين وكامل فلسطين. الوقفات التضامنية كتير فيها تعبير من المحبة ومن الإنسانية، يعني فيها كتير مشاعر إنسانية لما تشوفي الفلسطينيين والسوريين في هاي اللحم الوحدي عم يحملوا العلم الفلسطيني وعلم السوري،
ومثل ما حكيت لحضرتك هو الجرح واحد دائما، يعني تعرض الشعب السوري لجرح من خلال هاي الازمه اللي تعرضناها بهاي الفتره، فالجرح يعني هن ملامسين للجرح والملامسين لموضوع القضيه الفلسطينيه. وانا كثير بشوف من اصدقائنا الفنانين السوريين من العاشقين لارض فلسطين ومن المحبين لموضوع القضيه الفلسطينيه، فهي الوقفات التضامنيه هي انا بشوفها رسائل مهمه وبشوفها راح تكون بالمستقبل مثل القذائف على اسرائيل، لانه هي يعني كمان احد الاسلحه هاي الوقفات. اكيد اليوم نشوف محاولات كثيره من قبل الاحتلال الصهيوني لطمس هي الثقافه او التراث الفلسطيني او نسبه حتى لهم. خلينا نحكي اليوم قديش ممكن الفن التشكيلي يوثق ويحفظ هذا التراث وهي الثقافه الفلسطينيه. يعني كثير مهم، نحن عم نشتغل من سنوات الفنانين التشكيليين الفلسطينيين من عقود عم بيشتغل على موضوع تأكيد الهوية الفلسطينية من خلال الموروث الفلسطيني، يعني من خلال البيت الفلسطيني، من خلال الشجرة، شجرة البرتقال، شجرة الزيتون، مفتاح العودة الكوفية الفلسطينية، البندقية، هاي كلها رموز، نحن قبة الصخرة الموجودة حاضرة دائما اللي هي رمزية لمدينة القدس، طبعا هي دائما حاضرة بلوحات الفنان التشكيلي الفلسطيني أو الفنان اللي بيعبر عن موضوع قضية فلسطين للتأكيد على الهوية الفلسطينية من خلال الزخارف الفلسطينية والثوب الفلسطيني، لأنه إسرائيل في كثير من المراحل هي إسرائيل بس ما عم تحاول يعني تحاربنا نحن كفلسطينيين أو كعرب موضوع القضية الفلسطينية على الأرض وقتل الناس، هي عم تحاول كمان تسلب وتسرق هذا الموروث اللي خاص فينا من التراث الفلسطيني. فكثير من التراث الفلسطيني وزي الفلسطيني اللي هن نسبوا لنفسهم الكوفي اشتغلوا عليها، حطوا النجمة بدل حبات الزيتون أو هيك، فهن كانوا عم يشتغلوا على هذا الموروث ليأرجوا للعالم ويسوقوا للعالم ويصدروه إنه هذا الموروث هو إلهم. فكثير مهم إنه نحن تكون هاي الرموز وهي المعطيات موجودة باللوحة الفلسطينية، لأن هي أحد أسلحة المقاومة وتأكيد دائما على الهوية الفلسطينية إنه نحن أصحاب الحق في فلسطين، إحنا أصحاب الأرض، هاي المعطيات وهاي الموروث وهاي الأشياء الموجودة على هاي الأرض هي إلنا نحن كفلسطينيين وليس كمحتلين صهاينة. صحيح أستاذ معتز، وقت لما نذكر الفن التشكيلي الفلسطيني والقضية الفلسطينية إحنا أمام أجيال تعاقبت على من سنة 48 من لليوم، مرقت أجيال كتير بالقضية الفلسطينية. اليوم الفنانين بنظرتك، اليوم تقييمك للجيل الجديد من الفنانين الفلسطينيين، هل اليوم أكيد هو من المؤكد أنه اليوم عم يحافظوا على هي الثقافة الفلسطينية بالفن الفلسطيني، ولكن ظروف اليوم تغيرت، يعني شلون نظرتك اليوم ومن خبرتك كيف عم تشوف الشباب الجداد او الجيل الجديد من الفنانين؟ يعني هلا نحن دائما في عنا اساتذه بالفن التشكيلي الفلسطيني سبقونا، يعني من المدرسين والمعلمين، وهن دائما يحاولوا ياكدوا على اللوحه الفلسطينيه. هلا مثل ما حكيت حضرتك بتمر مراحل، يعني احيانا ممكن الانسان يتعرض لبعض الاشياء يبعد شوي عن الموضوع. صحيح، في اشياء بتجبر الانسان يرجع لها، يعني اليوم موضوع غزة وموضوع اللي عم بيحدث في غزة هو إجباري بده يرجع الفنان التشكيلي لهاي المرحلة، بده يرجع الفنان التشكيلي لأرض فلسطين، بده يرجع الفنان التشكيلي للوحة الفلسطينية. كثير عم بيتأثروا الفنانين الشباب، وأنا عم شوفهم بالمخيمات وعم نتعامل معهم باللوحة الفلسطينية، يعني اللوحة الفلسطينية حاضرة عند الفنان الفلسطيني، الفنان يعني الرواد والفنان الشباب والجيل الحاضر عم تكون موجوده اللوحه الفلسطينيه بمعطياتها، وعم يحاول في تطوير للوحه الفلسطينيه. يعني اليوم نحن كمان عم نحكي على تطوير العمل الفني الفلسطيني مثل ما عم يشتغلوا اخواتنا في المقاومه على تطوير العمل الفدائي وتطوير العمليات، كمان نحن مطالبين كمثقفين في تطوير اسلحتنا، تطوير اللوحه الفلسطينيه لتوصل للعالم. يعني اليوم العالم مطالب ليشوف لوحه فلسطينيه مثل مستواها على مستوى المقاومه. اليوم دوركم هون بدعم طبعاً الشباب، طبعاً لنشوف اليوم نفس ثقافي بجيل جديد بيحمل ايضا ثقافه الهويه الفلسطينيه. صحيح، ونحن بس لاحكي نحن عم نعمل ورشات عمل وعم نعمل ملتقيات عم يشاركوا فيها الشباب، وعم تكون فيها اللوحه الفلسطينيه حاضره على الموضوع. يعني نحن عم نحاول دائما بهي الورش نشتغل على الوضع الراهن والاحداث اللي عم بتصير، فعم تكون اللوحه الفلسطينيه خالصه. يعني اكيد، يعني من 7 اكتوبر ومع بدء عمليه طوفان الاقصى، خلينا نحكي كيف اليوم عم نقدر نوثق هي المشاهد المفصليه اللي عم تصير اليوم ضمن ارض فلسطين. طبعا يعني معركة طوفان الأقصى، وهي اسمها معركة طوفان الأقصى، وإن شاء الله راح تمتد للأقصى، هاي يعني هاي امتدادها
المعنوي رح يمتد للأقصى، وما سموه طوفان الأقصى إلا هي رح استمرار للأقصى إن شاء الله. طبعا كثير من اللوحات الفنية بعد 7 أكتوبر كثير بلشت الفنانين يشتغلوا على هذا الموضوع من خلال الصور اللي عم نشوفها، يعني كثير هي صور مؤلمة حقيقة اللي عم نشوفها، كثير بشع اللقطات اللي عم تنعرض وعم يتعرضوا لها الأطفال والنساء في فلسطين، لكن هي مهمة الفنان إنه اليوم يوثق هاي اللقطات، مهمة الفنان إنه يتم هذا موجود بالذاكرة، إنه هي مرحلة وأكيد راح تمر، يعني أكيد مرحلة صعبة على الشعب الفلسطيني وراح تمر، و7 أكتوبر ومعركة طوفان الأقصى راح تبقى خالدا في تاريخ وذاكرة الأجيال، فيعني راح عم تكون التعبير باللوحات من خلال هاي الصور. اللوحة الفلسطينية مثل ما حكيت لحضرتك عم تقفز، يعني عم تكون على مستوى المقاومة ومستوى هاي العمليات اللي عم تصير، فاللوحة الفلسطينية اليوم وأنا عم شوف اللوحات اللي عم تتنفذ كثير لوحات مهمة عم تتنفذ بهاي المرحلة من خلال الفنانين تشكيلي فلسطينيين وسوريين. بعد مرحلة طوفان الأقصى وبعد النصر إن شاء الله أكيد هاي رح يكون لها أثر وتأثير كبير من خلال المعارض اللي رح تقام، ورح تبقى هي كمان صفعة في وجه الاحتلال الصهيوني. شو رح تركزوا اليوم بمعارضكم بعد طوفان الأقصى؟ يعني شو هو اليوم محور الفن الفلسطيني الجديد بطوفان الأقصى؟ يعني شو أكثر شيء أثر فيكم؟ نحن اليوم كعرب قضيتنا واحدة، أكيد في خصوصية أثرت فينا، ولكن اليوم أنتم بيبقى الانتماء لهي الأرض هو حق العودة وحق مشروع لكم. دائما في حنين ودائما في شيء بيبقى بالقلب، يعني صحيح. شو أكثر يعني أكثر نقطة اليوم شدت الفن التشكيلي أو الفنان والمثقف الفلسطيني؟ يعني حكيت لحضرتك هو أكثر شيء بيشد الفنان هو اللي عم يتعرض له شعبنا على أرض فلسطين، يعني هاي الأرض اللي هن نحن أصحاب هذه الأرض، صحيح. وعم يتعرضوا لنا أهلنا فيها، ونحن غير قادرين على يمكن إنه نكون معهم موجودين على الأرض، فهون عم تلامس الفنان الفلسطيني إنه يعني ما عم يقدر يعبر إلا من خلال هاي اللوحة ويبعث هاي الرسالة لهم إنه نحن معكم، يعني فكتير هون بتأثر بوجدان الفنان الفلسطيني. حالات القتل اللي عم تصير كلها هاي مشاعر، يعني هي بتصير مجموعة عند الفنان ليعبر فيها عن لوحة، يعني هاي مشاعر الألم والحنين والحزن، هو دائما من الألم طبعاً. وطبعاً نحن يعني مثل ما حكيت حضرتك هي مرحلة هاي مهمة ومرحلة مفصلية في تاريخ شعبنا الفلسطيني للقادم إن شاء الله، يعني إن شاء الله وللمقاومة وللفن التشكيلي ولكل شيء ثقافي فلسطيني. أكيد، ودائما منقول إنه الفن التشكيلي هو سلاح بألف كلمة. خلينا نحكي اليوم الفنان التشكيلي الفلسطيني قد ممكن يتعرض اليوم لصعوبات لتهديدات، يعني بالبداية بالمقدمة حكينا عن الفنان التشكيلي ناجي العلي، حكينا إنه تم اغتياله من قبل احتلال الصهيوني، اليوم قد في فنانين تشكيليين ممكن يتعرضوا للتهديد، حتى في فنانين تم مصادرة لوحاتهم، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. بحب أنا أكد على استمرار هذا الحكي إنه اللي تعرضوا له الفنانين التشكيلي الفلسطيني من خلال عمليات الاغتيال، لأنه هن بيعتبروا إسرائيل كل إنسان بيحكي باسم فلسطين بيعبر عن فلسطين هو إنسان مثله مثل المقاومة، يعني هو عدو بالنسبة لهم، كل إنسان بيحمل كلمة هو عدو بالنسبة لهم، كل صحفي بيلقي كلمة هو عدو لهم، كل إنسان بيحمل ريشه هو عدو لهم. بهاي المرحلة استشهدوا شيء 3 فنانين، يعني في فنانتين استشهدوا بغزة هن وعائلاتهم راحوا للأسف الله يرحمهم، يعني آمين. وعملنا معرض وعرضنا لهم بعض أعمالهم للفنانات اللي يعني استشهدوا داخل غزة، وفي فنان عندنا فنان فايز الحسني فقد عيلته كاملة تقريبا، يعني فقد غالبية أعضاء يعني عيلته، يعني أولاده وبناته كلهم راحوا، ما صفر شيء قليل من عيلته ومن الفنانين المهمين والملتزمين بالقضية الفلسطينية. إسرائيل دائما بتوجه الصفعات، يعني هي بتحارب كل إنسان عم بيحمل الهم الفلسطيني. قتلوا ناجي العلي، قتلوا العديد من الفنانين الفلسطينيين، قتلوا العديد من الكتاب، يعني إن دائما عم يحاولوا طمس الهوية الفلسطينية من خلال قتل هؤلاء الناس اللي عم بيشتغلوا على موضوع القضية الفلسطينية واللوحة الفلسطينية. فنحن بالنسبة لهم كمان أعداء مهمين بالنسبة لإسرائيل، لأنه في كتير من الأسرى اللي كانوا رحلوهم من الفنانين التشكيليين، فالفنان التشكيلي هو كمان عم بيتعرض لخطورة. يعني أنا كتير في كتير الموساد بتنفذ عمليات اغتيال بحق الفنانين تأكيدا على كلامك أستاذ. كان معنا ضيف بالأسبوع الماضي وهو أسير محرر كان مسجون بعسقلان 13 سنة من عسقلان، 13 سنة من الأسر، هو فنان تشكيلي حمل مثل حضرتك هي الرسالة والهوية الثقافية، وخبرنا أيضا أنه هو تعرض للضغط داخل السجون، تعرض للتعذيب وتم سرقة لوحات له. اليوم يعني فنان ضمن الأسر
يعني هن شو خايفين طالما هو ما عنده غير هالألم اللي يعبر فيه عن وجعه داخل هذا الظلام؟ يعني لأنه هذا هو بيمثل الوعي للإنسان، يعني هاي اللوحة وهاي الكلمة وهي كيف بتمثل الوعي للإنسان العادي. فلهو لما بيشوف اللوحة وبيشوف اللي عم بيتعرض له، ولما عم يشوفوا هذا الفنان جوا السجن وعم بيرسم القضبان هي مكسرة والطير وهيك، فهو يعني انه نحن اسرناك ونحن عم نحاول نضغط عليك، بس هو من جواته حر هذا الانسان الفلسطيني. صحيح. عم يحاول يسعى للحرية لو من خلال اللوحة اللي عم بيرسمها. حتى قلنا وقتها كان يخبيها بالمخدات. صديقنا يعني هو محمد الركوع من فنانين مهمين. تحية لكل الفنانين اليوم الفلسطينيين السوريين. يعني هذول كانوا معتقل عسقلان ورسموا من لوحات المهمة داخل السجن واللي عبرت عن الحرية وعبرت عن المحبة لفلسطين. وقديش هذا مهم لما تشوف انت فنان داخل معتقل وعم بيشتغل. نعم. يعني فأنا بشوف الموضوع الفني الفلسطيني كتير مهم، كتير بيلعب دور بهاي المرحلة. هو رسالة جدا مهمة اليوم. صحيح. كل حدا من مكانه إعلاميا فنيا. صحيح. ثقافيا ومقاومة. شكرا لك وشكرا. صحيح. لحضورك اليوم. تمنياتنا لكم بكل التوفيق. نتمنى هيك نشوف طوفان الأقصى بمعرض النصر وبيوم الأرض. شكرا لحضورك. نشوفه على أرض فلسطين إن شاء الله. آمين. أكيد. الفنان التشكيلي معتز العمري شكرا لك ولوجودك معنا لليوم. شكرا. كمان احنا مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، واليوم خلينا نروح هيك لنشوف اليوم حالة الطقس. اليوم لسه لهلا احنا عم نشعر بنسمات الدفء، وان شاء الله هالشتوية تكون خفيفة علينا التوازي الظروف والمعيشة والاقتصادية اللي عم نعيشها. آمين. خلينا ننتقل مباشرة لاتصال هاتفي مع الأستاذ حسان الجردي لحتى نتعرف على أحوال الطقس. يسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. يسعد صباحك يا هلا استاذ حسان. تعودنا يعني كل سبت نتعرف من حضرتك كيف عم تكون درجات الحراره بمحافظاتنا السوريه واحوال الطقس. خبرنا اكثر، هل رح يكون في مرتفعات او منخفضات بالايام الجايه؟ شكرا. صباح الخير بالتحديد لك الاخباريه السوريه. بالنسبه لحاله الطقس خلال 24 ساعه القادمه بنحافظ على حاله الطقس خلال هيدا الاسبوع بشكل عام. لساتا البلاد تحت امتداد تاثير ضعيف لمنخفض جوي سطحي عم يترافق بتيارات غربيه بطبقات الجو العليا. الحرارات عم تضلها اعلى من المعدل من 2 ل 4 درجات مئويه، والاجواء عم تكون خريفيه معتدله نوعا ما بين الصخوه والغائمه. جزئيا بشكل عام مائله للبروده خلال ساعات الليل تحديدا بالمرتفعات الجبليه، كما يحذر من تشكل الضباب بالمنطقه الوسطى والقلمون واجزاء من المنطقه الشماليه خلال ساعات الصباح الباكر. الرياح عم تكون متقلبه الاتجاه خفيفه السرعه، والبحر خفيف ارتفاع الموج، ودرجه حراره مياه البحر عم تكون 25 درجه مئويه. نهار بكره درجات الحراره في عليها ارتفاع بشكل تدريجي ومستمر، تستمر خلال ايام الاحد والاثنين والثلاثاء، بتصبح اعلى من المعدل بنحو 3 الى 5 درجات مئويه ايام الاثنين والثلاثاء، بتكون ذروه الارتفاع. والاجواء بشكل عام عم تكون بين الصحو والغائمه جزئيا. خلال ساعات الليل الاجواء عم تكون مائله للبروده، أجواء عم تكون سديمية مغبرة بالمناطق الشرقية والبادية السورية. الرياح بشكل عام عم تكون شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمتدة، ممكن تكون عليها هبات نشطة بعض الأحيان يوم الثلاثاء، بتصير غبار بالمناطق اللي حكينا عنها تحديدا بالشرقية وبالبادية السورية. بتستمر معنا هيدي الأجواء طيلة هيدا الأسبوع، بتعود الحرارات تنخفض من أول وجديد. نهار الأربعاء بتميل للانخفاض، بتضل حول معدلات أو أعلى بالقليل، والاجواء بين الصحوه والغائمه جزئيا بشكل عام. في فرصه ضعيفه لابد من ذكرها، نهار الخميس والاربعاء ليلان لحدوث زخات خفيفه من المطر ان كان بالمرتفعات الساحليه بالمنطقه الساحليه باجزاء من المنطقه الشماليه الغربيه. والرياح بشكل عام لنهايه هذا الاسبوع بتكون غربيه الى جنوبيه غربيه بين الخفيفه والمعتدله. يعني التغيرات طفيفه خلال هذا الاسبوع، عباره عن اسبوع بيكون عبر فاسبوع خريفي معتدل الى اسبوع خريفي راح تكون فيه اجواء حارة نسبيا ايام الاثنين والثلاثاء بشكل خاص. والاجواء السديمية المغبرة بتضل مستمرة معنا بالمناطق الشرقية والبادية السورية. اما بالنسبة للتحذيرات اللي بنوجهها دائما خلال نشراتنا الصباحية، بنحذر من تشكل الضباب خلال يوم السبت يوم الاحد هذه اليومين بالقلمون بالمنطقة الوسطى باجزاء من المنطقة الشمالية واجزاء من المنطقة الغربية، بالاضافة الى مرتفعات القلمون وجبل الشيخ والحرمون. بالإضافة بنحذر من تدني مستوى الرؤية الأفقية أيضا بالمناطق الشرقية والبادية السورية نتيجة الأجواء السليمية المغبرة في هذه المناطق. أما درجات الحرارة المتوقعة على الأمن العاصمة دمشق اليوم 28-16 متر، 28-15 القلمون المرتفعات الجبلية، 18-8 سويداء، 26-14
درعا 29/16 المنطقة الوسطى 5 حمات 28/14 الحسكة منطقة الجزيرة 26/12 الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 28/19 بالشمال حلب وإدلب 27/14 دير الزور الرقة والمنطقة الشرقية 28/13 وأخيرا بالبادية السورية مدينة تدمر 26/14 أكيد. نعم. بالختام بدنا نشكرك كثير الأستاذ حسان الجردي لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها. شكرا لك. شكرا لك وإن شاء الله هيك الأيام تكون خفيفة علينا. آمين. أما نحن هلا مكملين بمشوارنا الصباحي لشاوة، صباحنا هلا عن التراث الفلسطيني، عن الأصالة والعراقة والتاريخ، واليوم من أحد أهداف الاحتلال الصهيوني هو طمس الثقافة العربية الفلسطينية. هذا الاحتلال يلي عم يحصن نفسه محليا ودوليا وعم يستمر بالكذب والإجرام ومحاولات لسرقة هذا التراث الفلسطيني. أدي واجبنا اليوم يا رشا نحمي ونصون هذا التراث كرمال يعني يضل متوارث من جيل لجيل. أكيد هايدي، مثل ما ذكرتي اليوم محاولات كتير لطمس هوية الثقافة الفلسطينية والتراث المادي واللامادي، وكنا عم نحكي مع ضيفنا بفقرتنا الأولى أنه كان في محاولات لطمس حتى الرموز الموجودة على الكوفية الفلسطينية، لطمس حقيقة الهوية الفلسطينية، لقبة الصخرة، حتى التهويدة الفلسطينية. كل التفاصيل المادية واللامادية اليوم واجب كل مثقف وفنان أنه يشتغل عليها ليوثقها للأجيال القادمة. أدى المهم اليوم توثيق هذا التراث معلومات كثير مهمة حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم، وهو الأستاذ عايش الكليب باحث في التراث. سعد صباحك وأهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير. صباح الخير لكم جميعا، وبدوري كمان أنا أرحب بكم بطريقتي. يسعد صباحك. تعودنا على طريقتك، تفضل أستاذ. أجمل صباح اليوم بيها صبحكم، أجمل صباح اليوم بيها صبحكم، ورد وعطر أطش بدربكم، أنتوا يا كل الحلا أحبكم أحبكم أحبكم. يعطيك العافية وأهلا وسهلا بوجودك معنا لليوم أستاذ عايش. خلينا نحكي بداية عن أهمية الحفاظ على التراث الفلسطيني لدعم وصون القضية الفلسطينية اليوم. طبعا التراث هو بالعموم يعني إذا يجينا كتعريف هو ما ورثه الأجداد للأبناء، ومن هذا المنطلق نرى أن التراث يجب الحفاظ عليه لأنه يشكل هوية أي بلد أي شعب، هو التراث يشكل هويته ويعتبر التراث هو أساس، لأن في قاعدة تقول بلد بدون تراث هو لا شيء. صحيح. اليوم التراث الفلسطيني، وقت لم نذكر تراث فلسطيني حتى الكوفية كان إلى رموز تعددت، يعني حبة الزيتون، طريق العودة إلى آخره. اليوم قديش مهم بعيدا عن التوثيق نحن نذكر شو هي أنواع التراث الفلسطيني؟ هل التراث هو بشكل عام التراث مادي ولا مادي؟ الفلسطيني يعني ما بدي أدخل ما تشعب هذه المعلومة، لكن التراث الفلسطيني اللي واضح إنه واللي يشكل حالة سياسية هي الزيتونة. الزيتونة عندما نتذكر الزيتونة نتذكر فلسطين المقاومة، عندما نتذكر الكوفية أو الحطة اللي احنا نسميها المحرمة اللي فيها رمزية أيضا يتشكل رمزية لفلسطين. المسجد الأقصى هو رمزية، رمزية دينية، رمزية سياسية، رمزية علمية، ثقافية أيضا في فلسطين. وهناك الكثير من الأراضي الواسعة التي عمل الكيان الصهيوني على تجريفها، المدن، القرى، النقوش الفلسطينية الأصيلة، الكنعانية الأصيلة اللي اعتمد أنه الاستعمار الصهيوني أنه يأخذها ويسرقها ويتركها وينسبها له كحالة تاريخية، وهو في الحقيقة لا تاريخ له في فلسطين المحتلة. أكيد. ولما نقول اليوم تراث فلسطيني عم نحكي عن قيم، عن عادات، عن تقاليد، عن أدب، عن فن تشكيلي، عن العديد اليوم من عناصر التراث. خلينا نحكي كيف ممكن اليوم نوثق هذا التراث الفلسطيني. هلا أنا في أبيات شعر
لفلسطيني يفتخر بنفسه ممكن تختصر لك هاي المساحة الثقافية. فلسطيني وهويتي ذراعي، أنا ابن سوريا ابن غزة ابن الجنوب ومهيوب لطباعي، أموت وحجر قبري الوطن من غزة للشام ابن الجزيرة يداعي، هذه وصيتي أمانة أمانة تظل إيدي ويظل بيها مجلاعي. المجلاع والمقلاع هاي أيضا رمزية ثقافية مقاومة هذا المقلاع اللي هو بسيط اللي تصدوا أطفال الحجارة للدبابات الاستعمارية بهذا المقلاع. كان أول سلاح يستخدم يعني ما كان في الحجر وهل ذكرته حضرتك. اليوم أستاذ عايش وقت نقول تراث فلسطيني، اليوم كونه نحن قضية واحدة، واليوم أي فلسطيني موجود بسوريا هويته فلسطيني سوري، اليوم التراث الفلسطيني والتراث السوري بتشابكوا بنقاط كتير، بتشابهوا بنقاط كتير. خلينا نذكر أهم النقاط اللي ممكن نشابه فيها التراثين ما بين السوري والفلسطيني. هل اللغة هي مشتركة كل الدول العربية وخاصة فلسطين؟ اللغة، قام الكيان الصهيوني أو عم يحاول بتهويد اللغة وجعل اللغة الفلسطينية هي لغة يهودية. نعم. الأزياء الشعبية أيضا، الأزياء الشعبية عمل الكيان الصهيوني على تغيير ديموغرافية المكان والأزياء الشعبية. النقوش الموجودة في الأبنية الحضارية اللي موجودة اللي تنتمي إليها فلسطين أيضا قام العدو الصهيوني بتغيير اللهجة، بتغيير الأماكن، المدن، تسميات أطلق عليها تسميات هي مو تسميات الحقيقية، أطلق عليها تسميات عبرية. صحيح. حاول يدخل لغة العبرية في كل شيء، ويدخل سياسة وثقافته أيضا في الحالة الاجتماعية اليومية الفلسطينيين. أكيد. خلينا لسه نسمع شعرة من حضرتك اليوم. أريد أصيح بصوت يعبر حدود الموت، مو لجل قاع ما تنبت شجر، مو لجل ماي ما ينبع بحر، لجل جولاننا المطروحة، لجل فلسطيننا المجروحة، لجل السلم والحمام، لجل الوطن وأهل الوطن، لجل كل واحد يصفق للسلام. السلام. خلينا نسمع شيء كمان. كأن الفلسطيني لما يضرب بالحجر يعني لي شيء، فأنا أقول أرد أقول له كبر يا ثائر وبقاعك تبسمر، زلمنا ما تحاب الذبح تضحك ساعة المنحر، يموت منا الطفل وشهيدة تتمدد على المعبر، بس يظل اسمك يا وطن عالي عالي بعلو السماء واكثر، عالي بعلو السماء واكثر. هل هلي يا دنيا بهاي لمتنا، جنود الوطن احنا والشمس من طلعتنا، الكل قاع نصير شراع اثرية وسهيل رايتنا، الوطن علمنا اثنين عادة، نصر لو لا نفديه بشهادة، ما علمنا نبصم على ورق والحرية بحلوقنا قلادة، علمنا نبشر العاجر بتوم، العاجر اللي ما تجيب ويلاد، علمنا نبشر العاجر بتوم وتهلهل الحبابة، ومناجرنا ترن للدوم لجل عيون أم العصابة، لجل تلميذ من مدرسة سورية خط اسم أبو باسل بأول كتابة. الله يعطيك العافية. خلينا أستاذ عايش نحكي عن أهمية التراث الفلسطيني الشفهي وانتقاله من جيل لجيل. قدر فلسطين أن تكون مقاومة، قدرها أن تكون مقاومة، فكان الأساس هي شحن الهمم من خلال الهوسات الفلسطينية اللي تتشابه عندنا إحنا بسوريا، فانتقلت من جيل إلى جيل مع بعض التطوير. مثل عندنا إحنا لما بدنا نشحن همم الجماعة أقول واقف عندي ويشوف شارب العنز القطوف، من عاوني نفعني خير عندي من الوقوف، تندب نيوان المندوب تندب عبيدة الطاها باروت ثوم أعطاها، هاي هوسات تشحن الهمم. وعدا الأغاني اللي تعرفون أنتم اللي عشناها نحن بطفولتنا من أيام الصغر، الأغاني الحماسية اللي كلها هاي متعلقة بالتراث اللامادي المنقول، تنقله لأجيال من أجل شحن الهمم، لأن قدر فلسطين وقدر لبنان
قدر سوريا وقدر العراق أن يكونوا من الدول المقاومة لهذا الاحتلال البغيض. وهون كده عم أسألك أستاذ اليوم وقت حضرتك من خلال خبرتك اليوم أنه اليوم نحن شو مشترك مع الشعب الفلسطيني؟ شو أهم العادات، التقاليد، الأهازيج، التراث، الشعر؟ اليوم بتقول أنه هذا فلسطيني سوري، اليوم نحن هاي موجودة بفلسطين وموجودة بسوريا. يعني من النكبة 1948 وهجرة الفلسطينيين إلى سوريا، نعم، استقبلنا الفلسطينيين في قلوبنا وبيوتنا. التراث هو واحد مشترك بحكم التجاور، بحكم الاختلاط الاجتماعي. الأكلات الشعبية متشابهة كثيرا بينه وبين فلسطين. الأغاني، كثير من الأغاني في تشابه كبير. أغاني العمل، أغاني الحصاد، أغاني أي شيء هو بسوريا هو متعلق أيضا بفلسطين خلال هذه العادات وهذا التراث الموروث الشعبي. أكيد حبيب لسه كمان تسمعنا شيء. أكيد اليوم لا يمل من صحيح الكلمات الجميلة اللي عم تدخل على القلب فورا. الله يحميك. شكرا. بدي أسمعكم شيء مو وطني. سافر جيت ودعك يا حبيبي، جيت ودعك وحط راسي وابكي على صدرك، غرقان صيحا آه غرقني حبك، وقبل المفارق يا حبيبي خليني بيدي أمش دمعك، بيدي أسرح شعرك، بيدي أمسح دمعة سالت بخدك، وانت تحكي لي عن الهوى وبقلبي أني أسمعك، بس لا تبكي يا حبيبي محيرني دمعك، بالأمس أني بكيت واليوم بعد أبكي على بعدك، وتراني مناطرك هنا واسمع دقات قلبك، إجيت ودعك يا حبيبي إجيت ودعك. سافر سافر بمان الله وجيرت الله، ما أقدر أمنعك بس أقدر أدوس قلبي لو راد العشق بعدك، لو طال السفر وهو ينتظرتك، لو غبت العمر كله طالت رحلتك. سافر سافر وانا مناطر، سافر وانا مناطر، خليني اكتب بيك شعر قواميس ودفاتر، خليني اشوفك قمر حتى يحلى وياك السهر، واليوم اودعك حبيبي واحس اني اودع اخر عمر. سافر وانا مناطر، سافر وانا مناطر. يعطيك العافية. وين شرطتي؟ أستاذ عايش، يعني عم نسمع شعر اليوم، خلينا نحكي عن دور الشعر، دور الشعراء الكتاب اليوم بدعم القضية الفلسطينية. الشعراء مهمة الشاعر مهمة الشاعر، القصيدة الشعرية أكثر من وجع الرصاصة والطلقة إذا كانت صادقة. صحيح. الشعراء سواء الفلسطينيين ولا المحليين السوريين اللي أو الحالة الإعلامية اللي تناولوها كانت صعبة جدا على اليهود، على الأمريكان، فلذلك حاربونا، حاربوا إعلامنا وبدأوا يشوشون على الإعلام السوري. وأنتم تلاحظون في حرب غزة كيف كان الإعلام السوري بشعرائه بكتابه. نحن في الحسكة لدينا كثير من الشعراء والباحثين اللي اشتغلوا على القضية الفلسطينية، الباحث أحمد الحسين، الصديق الفنان عدنان أوسيب فنان موسيقي، الصديق أحمد الشابس، أصدقاء كثير، مدير الثقافة في الحسكة أيضا استقطب كثير من الشعراء المقاومين المؤيدين، خصوصا الآن حرب غزة على الأبواب. الله يرحم الشهداء جميعا والشفاء العاجل لجرحانا. آمين. أستاذ خلينا نروح هيك شوي للأعمال الشخصية على المستوى الشخصي، اليوم شو عم تحضر، شو عندك جديد، هل حنشوف شيء جديد حيبصر الضوء قريبا؟ هلا حاليا عندي كتاب الحكاية في الشعر الشعبي، إن شاء الله قريبا يعني عم أشتغل عليه، قريبا حالة مخطوط قريبا سوف يطبع إن شاء الله. أمسيات شعرية، أبحاث في مجال التراث والفنون الشعبية يعني حاليا موجود. عنوان الكتاب ممكن شوي نوقف عنده، يعني أي. الحكاية بالفن الشعبي، في الفن الشعبي، خلينا هيك ما بدنا نحرق فكرة الكتاب كما بيقولوا، بس ناخذ فكرة يعني عن كونه العنوان يعني ملفت. يعني أي قصيدة شعرية لها حكاية، ومعروف بالمجالس
كل البوادي في قصيدة ما انكتبت القصيدة إلا في سبب إلا في سبب. فأنا أشرح سبب شو سبب القصيدة أو القصيدة والقصيدة اللي انقالت بهذاك الوقت. مثلا على سبيل المثال واحد عنده حبيبة فيها قصة طويلة لكن جدولاتها حلوة وطويلة ورشيقة ولا جدولات يعني فوقف أمامها ويقول عديت الجدايل 15 و2 اثنين حدر التراشي واثنين هين وهين ايش قد صاروا؟ عيد ستة لا عديت الجدايل 15 و2 اثنين حدر التراشي واثنين هين وهين صاروا 21 الكنترول جاوبوا غلط عم يعدوا معك استاذ هشري 21 أرد أنشد العشاق وهل الهوى هم ليش اللي يجرح الشوق ما يطلع الدم يعني أنا مشتاق بس الدم ما في بس أنا تعبان تمام أستاذ عايش اليوم في شيء صعوبات أو تحديات أو عقبات عم تواجهكم اليوم ضمن أعمالك القادمة؟ لا طبعا الوضع بشكل عام هو مؤثر جدا وضع العام وضع البلد وضع الوضع المعيشي الوضع الاقتصادي الوضع الأمني أيضا يعني في أمور كثيرة تعيق عملنا نتأمل أنه الأيام القادمة آمين. مهمة الشرفاء أن تكون أجمل إن شاء الله. وأحسن نحن اليوم الشعب السوري الفلسطيني وجميع الشعوب يلي عم تمرق بفترات صعبة ما بنملك غير اليوم الأمنيات والتعبير إن كان بالثقافة والأدب أو المقاومة. اليوم رح نختم معك بس ولكن مثل ما بلشنا بصباح الخير بدنا نختم معك بشيء كمان هيك تختاروا حضرتك يكون هيك رسالة من حضرتك لكل حدا عم يشوفنا بصباحنا لليوم. عيونك على قلبي خطر ومن نظرتش خايف يور وجهك أشبه بالقمر لا ما أظن حتى القمر طق وانتحر طولك شطف ريحان على المي ينتظر هيمان بعيونك يا أول وآخر سفر هيمان بعيونك يا أول وآخر سفر أكيد بالختام شكرا لك لكلماتك لقلمك الأستاذ عايش كليب الباحث في التراث نورت صباحنا شكرا أهلا وسهلا شكرا لك هذا الصباح الدخل على القلب اليوم نحن بالكلمة الحلوة وبالمحبة نحن قادرين نعيش وقادرين نعدي كل الصعوبات اللي عم تمرق بحياتنا فخلوا هذا النهار هيك يحمل لنا الحب والتسامح شكرا لك استاذ شكرا لكم شكرا بلقانا ان شاء الله بالنصر ان شاء الله شكرا لك هايدي ولكل حدا اليوم رافقنا بصباحنا لليوم كل حدا بقيت نهار حلو لكم يحمل لكم الخير اللي بلشنا فيه هذا الصباح خير منا ومن الناس اللي حوالينا كل الشكر للكادر الفني اللي رافقنا بالكنترول لليوم المخرج جعفر احمد والمعد حلا سلمان جميع الفنيين الصبايا المتواجدين بالكنترول والمصورين كونوا بألف خير وإن شاء الله دائما لقاءاتنا بالنصر يا رب الأيام الجاية تكون خير شكرا لك هايدي شكرا يا رشا إن شاء الله أكيد يا رب أيامكم الجاية بتحملكم كل الخير أكيد لا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت ومن هلا لبكرة ضلوا بخير باي باي